أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حديث المساء. يترافق مع بناء الجيش الوطني الجديد وأيضا الفصائل المسلحة التي تقاتل ضد الحوثيين الكثير من المخاوف من أن هذه التشكيلات التي تخضع بالولاءات المتعددة أنها قد تؤدي أيضا إلى تناحر في البلاد على الطريقة الصومالية قبل أن تستقر الأوضاع للحكومة الجديدة. هل هذه المخاوف مبررة أم ربما أن قتال الحوثيين هو يبرر لأي شيء آخر؟ حول هذا الموضوع سيكون معي الدكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء وكذلك أيضا العقيد الركن حيا أبو حاتم الخبير العسكري والاستراتيجي. فابقوا معنا إلى ما بعد التقرير. حين تهب الشعوب لتقاوم بطش الاستبداد أو الاستعمار على إرادتها تبدأ القوة المقاومة في التشكل من جمهرة الحراك الشعبي الراغب بالحرية، وهو ما يعني طبيعة السلطة القادمة أن قدر لهذه المقاومات أن تنتصر لتشكل النواة الصلبة لمؤسساتها الضامنة للاستقرار والاستقلال. يرى أهل الاختصاص أن ما تتعرض له الشعوب في لحظات التحرر والانعتاق هي محاولات احتواء لهذا الصعود المقاوم، لا تمل القوى الطامعة من محاولات تمزيقه وبعثرته، فزراعة كيانات مسلحة خارج منظومة المبادئ العامة المشتركة هو تأسيس بطريقة أو بأخرى لاقتتال داخل الساحة المحررة. فكما يرى المتابعون أن ما يحدث في الساحة اليمنية ما هو إلا انسحاب لهذا المسار الذي يكرر نفسه في كل مراحل التاريخ، إذ يهدف في مجمله إلى خطف مؤسسة الجيش والأمن وإعادة هندسة بنائها بما يضمن فصلها عن الإرادة الشعبية ليسهل تفصيل السلطة فيما بعد على مقاس الطامعين. بين هواجس الاستقلال والاستقرار يتساءل اليمنيون إلى أين تتجه مسارات المستقبل، فلا يزال أمام اليمنيون تحديات حقيقية في بناء جيش وطني موحد يرتكز على أرضية صلبة مشتركة وهي الدفاع عن إرادة الأمة لا المناطق ولا الفئات ولا القبلية لتحقيق استقرار مستدام وتنمية مستدامة. فتخوفات اليمنيون في ظل ما يحدث على الساحة الوطنية من صراع إقليمي يبتعد يوما بعد يوم عن التعبير عن مصالح اليمنيين، وهي تخوفات مشروعة إذ يؤسس الانقسام في بنية الجيش والأمن انقساما للجغرافيا وانتقاسا من السيادة الوطنية والاستقلال على المدى القريب والمتوسط. فما هي المعوقات والتحديات التي لا تزال تواجه اليمنيون في بناء المؤسسة العسكرية والأمنية كأولوية على ضوئها ستحسم قضايا الوحدة الجغرافية والاجتماعية وقضايا التنمية والاقتصاد؟ أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، وأرحب بالأستاذ دكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي وكذلك أيضا بالعقيد الركن حيا أبو حاتم الخبير العسكري والاستراتيجي. بداية من عندك دكتور، وأنت تحذر دائما من مسألة تفخيخ الجيش الوطني بمجاميع واعتبارها أنها تمثل هذا الجيش وأيضا الجهاز الأمني. طبعا احنا تحدثنا في أكثر من اللقاء عن أهمية احتكار العنف الشرعي، لكن في المسألة اليمنية الجيش اليمني كان قبل الوحدة كان هناك جيش، ولكن أيضا كان عقائديا تعبيته كانت تجاه الشطر الآخر، تجاه شطرين، لم يكن تعبية أيضا وطنية لحماية السيادة، كان هناك تعبئة في مواجهة الآخر والآخر هو الشطر الآخر. ثم في مرحلة صالح تم هنالك إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية والاستخباراتية على أسس ما يسمى بعلم الاجتماع مناطق التجنيد، بمعنى مناطق التجنيد محصورة في أماكن وقبائل محددة. وأيضا هذا يعني أفقد المؤسسة العسكرية والأمنية والاستخباراتية مفهوم الجيش الوطني. الوطني نعم. الوطني، لأن أصبحت تقريبا 95% من الجيش اليمني ينتمي إلى جغرافية سنحان وصنعاء وهذه المناطق، و5% إلى بقية المناطق. فعلى سبيل المثال يعني كانت حضرموت لها 45 تقريبا ضابط، وهي تساوي في مساحتها اليمن الشمالية وأكثر،
وتعز أيضا تم أيضا إقصاء يعني كثير من قيادتها وعدم تجنيد من أبناء المنطقة والحديدة وما عدا بعض المناطق المحايدة مثل المحويت ومثل هناك مناطق مستأثرة بالجيش في آنس وعنس وهذه وذمار وبالتالي تاريخيا مسيطرة على المؤسسة على أن يكونوا عسكرا التجنيد منها نعم التجنيد منها مناطق التجنيد أيام صالح أصبحت مناطق محصورة ومن قبائل السبع المحيطة بصنعاء وبضمانة الشيوخ مما جعل هذا ما يسمى بالجيش ليس جيشا وطنيا وإنما جيش يعني عائلي مسخر لحماية رأس السلطة وولاؤه لقيادات وليس للمؤسسة ولهذا وجدنا جيش الحرس الجمهوري يقضي تدريجيا على حساب الجيش الوطني لصالح الحرس الجمهوري وجدنا الأمن المركزي ما يقارب يعني مئات الآلاف أو عشرات الآلاف من الجيش كميليشيات متقدمة للحرس الجمهوري وليس لحماية المواطنين وجدنا الأمن السياسي والذي يجري الآن وهو السؤال الآن هذه المجامع التي تشكل بولاءات مختلفة للدول التحالف مثلا وليس لهيئة الأركان اليمنية هذا هو المدخل سنكمل من هنا نعم. هذه النقطة التي جعلت عبد الرب منصور هادي غير قادر على حماية صنعاء أو حماية حتى منزله وحماية يعني أو توفير جزء من الحماية له هذه النقطة التي تحدثت عليها التي سلمت صنعاء هذه النقطة هي التي جعلت الطيران يقصف المعاشق في عدن هذه النقطة هي التي جعلت هذه القطاعات العائلية تسلم سلاحها ومؤسسة الدولة الحوثيين بأمر من الرئيس السابق صالح بالتالي لأنها ليس لها عقيدة وطنية وليس هي مؤسسة هذه القيادات على سبيل المثال الأمن المركزي يعني لا يتبع وزير الداخلية هو مستقل ماليا وإداريا ويتبع يعني هنالك نائب أركان الحرب أركان حرب الجيش أو الرجل الثاني أركان حرب الأمن يتبع الرئيس مباشرة وقائد الأمن المركزي ربما يكون شكليا الحرس الجمهوري كان ينمو ويكبر عدادا وجيشا على حساب الجيش الوطني الأمن القومي والأمن السياسي لا يتبع الوزير الداخلي يتبع رئيس الجمهورية نحن كنا أمام حتى الأمن القومي مناطق التجنيد لديهم محددة تقريبا مناطق محصورة وهذا البناء الغير وطني بناء جيش يمني لحماية الشعب بعد تسريح أيضا الجيش في المناطق الجنوبية هذا أدى أيضا إلى تعميم أو يعني استئثار جغرافية محددة على المجال وهذا قاد إلى ثورة فبراير قاد إلى ظهور الحركة إذن هذا مدخل جيد دكتور وسنعود إليك معي أيضا عبر الهاتف العقيد الركن يحيى أبو حاتم الخبير العسكري والاستراتيجي عقيد ركن حياك أخي حياك الحديث عن تشكيل جيش وطني وخاصة الاسم له دلالته الآن وهناك مجاميع من خارج هذا الجيش الوطني الذي يخضع لهيئة الأركان في مارب و مخاطر هذا الأمر على مستقبل البلاد وقد يؤدي كما يرى الكثيرون إلى احتراب داخلي إذا ذهب الحوثيون تتفق مع هذه الرؤى أم تختلف أم أن ربما هي ضرورة أخي الكريم مرحلية أولا اسمح لي كذا نحن في وضع يعني جاي دولة متهالكة مؤسسة غير متكاملة عسكريا ومدنيا ولذلك نحن بحاجة إلى ترميم الصف من الداخل وترميم وخصوصا الوحدة العسكرية ما أود أن أتكلم أنه نحن الآن على الشرعية وعلى الجيش الوطني أن يحتضن الجميع كل من يقف ضد الميليشيات الحوثية أن تقف الشرعية إلى جانبه مهما اختلفت الفرقاء والسياسيين واختلفت الشرعية مع بعض التوجهات لبعض الأخواننا في المقاومة الوطنية أو في أي فصيل كان يظل خلاف سياسي لكن خلافنا الأكبر وهو مع هذه الميليشيات الكانوتية التي لا تؤمن بأحد قد أتفق وأختلف مع في بعض الأشياء مع الدكتور في بعض طرحي أن الجيش حصر في أبناء المناطق المحيطة بصنعاء أو في بعض اللحظات قد يكون بعض الشيء ولكن ليس بالنسبة التي تكلم عنها لا يجب أن نرمي هذه على أبناء القبائل اليوم أبناء قبائل التي تقاتل وضحت وما زالت تضحي إلى جنب أخوانها في الجيش الوطني أو في المقاومة الشعبية في كل المناطق هناك أخطاء
للنظام السابق كبيرة جدا، ولكن يجب أن نتناسى هذه الأشياء، يجب أن نبدأ من الآن، نحن وليدين اللحظة، يجب أن نتكاتف، أن نوحد الرؤى من أجل أن نستعيد الدولة، وبعد أن نستعيد الدولة يجب أن نقف على طاولة حوار مستديرة، وأن طاولة حوار بين من أجل أن نبدأ بين مسلحين، بين كل الأطراف التي لا تؤمن بالكهنوت العنصري، يعني بين كل مكونات الشعب اليمني، لا نفرق بين أحد، بين كل الأحزاب والطوائف، وبين كل من له قضية يعني ويدعي أن له قضية ومن حقه أن يناقش قضيته داخليا، وهذا حق مشروع. وأنا أعتقد أن في حال ما تحررت اليمن من هذا الاحتلال المجوسي الكهنوتي الذي يحاول أن يعيد اليمن إلى مربعات ما قبل 1200 سنة، أو إلى إذا صح القول إلى ما قبل ثورة 26 سبتمبر، فلا بد أن نتكاتف الجميع. هناك عدو لا يفرق بين أحد، لا يفرق لا بين أكيد شمالي ولا بين جنوبي ولا بين مؤتمري ولا ناصري ولا صلاحي. نعم عقيد يحيى ابقى معي وسأعود إليك وأطرح وجهة نظرك على الدكتور عبد الباقي شمسان. أنا لدينا خطر داهم الآن، خطر وجودي، هذا الحديث عن خطر داهم، الحديث عن نحن في مرحلة خطرة. نحن اليمن منذ قيام الثورة في الشمال والجنوب ونحن كل خمس سنوات في مرحلة خطرة، في منطقة احتراب، كل خمس سنوات احتراب، 67 70 كل هذه 79 حروب 79 يعني حتى 98 وبالتالي كلما تقع احتراب يقول نحن سنعمل توازنات ونعيد تمثيل القوى شمالا وجنوبا، اثنين من مارب واثنين من أبيان وثلاثة من صعيد واربعة، يعني شكلية حكومية. عندما يظل لنا نص قرن من الثورة اليمنية حتى الآن في بناء الدولة الحديثة، ونحن علينا أن نكشف الجروح. أنا لست يعني لا شيعيا ولا سنيا، لست أنا جمهوريا يمنيا أحمل كل ولا لبلدي. عندما نناقش هذا الموضوع نحن لا نتحدث عن مطلع ومنزل، لا نتحدث عن أن القبائل قدموا أكبر كارثة ارتكبها الضباط الأحرار، الإمام ما ارتكبهاش، دخول القبائل في حماية مناطق صنعاء وعدم بعد ذلك تحديث المناطق القبلية، وبما يجعل هذه القبائل تحدث لديها تغيير. لذلك عندما نحن الآن نحاول أن نجامل القبيلة ونجامل الرموز القبلية، نحن لسنا ضد القبيلة ولا ضد الأعراف القبلية، لكن من الأخطاء التي ارتكبها الضباط الأحرار ومن بعد وظفها صالح هو بقاء القبيلة كرقم أو يعني أحد مدخلات صناعة القرار السياسي. هذا القبيلة ربما هذا موضوع يعني تشكيل لا 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 الجيش وبنية الاجتماعية، لكن هناك لدينا مخاطر أيضا، هناك المخاطر بالإرهاب مثلا. لو سمحت في تعز لو سمحت دعني أرد عليه، أقول له أن هذه المكاشفة هدفها ألا نرتكب تحت غطاء نحن في خطر أخطاء ونعيد تكريرها. تم إقصاء الجيش الجنوبي ورجال الأمن في المخابرات من أبناء المناطق الجنوبية تحت خطر الوحدة والموت، ثم أدى إلى حراك وإلى رفض. فهل بديل الآن الجيش الجنوبي الآن؟ هذا بديل مثلا؟ لا هذا لا يوجد جيش جنوبي، نحن أمام مرتزقة وأمام ميليشيات تابعة للإمارات العربية المتحدة. لكن بناء الجيش الوطني له أسس. بناء الجيش الوطني دول التحالف لم تبني جيشا، دول التحالف تبني جماعات وميليشيات ذات ولا لها ومستقلة عن السلطة الشرعية، وهذا شيء واضح. دعنا نكون صريحين، بناء جيش وطني يعني أن تكون هنالك الكفاءة، أن يكون هناك تعبية عقائدية وطنية، أن يكون هذا الجيش من مختلف أبناء مناطق الجمهورية، وحتى لو كان الجيش من مناطق صنعاء ومناطق أنس وكذا لأي أسباب، يعني لأسباب كفاءة وغير كفاءة، نحن ليس لدينا مشكلة إذا كان هذا الجيش ولا أهول العلم الجمهوري ولليمن بغض النظر. نحن لا نطالب أنه كما لبنان 5% من تعز و 2% من حضرموت، نحن نطالب بجيش وطني. كانوا زمان تحدثوا حتى على الوزراء كم نصيب أب، كم نصيب تعز، كم نصيب حضرموت، يتم التوزيع على هذا النحو. نحن لا نريد هذه التوزيع الشكلي، التمثيل التوافقي الذي يعيد إنتاج القوى وفقا لوزنها في الحقل السياسي والعسكري. نحن نريد بلد تقوم على المواطنة، جيش وطني
يعني قد تكون الكثافة السكانية من تعز. ما الضير إذا كان مثلا 50-60% من الجيش من أبناء تعز طالما الديمغرافية مرتفعة وهنا قبول، لكن هذا التجنيد على أساس مواطن وليس على أساس أنه لدينا أيضا مخاطر أخرى غير المسألة المناطق مثلا. طيب أبو العباس هناك كتائب تتبع أبو العباس وتم دمجها لا هذه خاصة. في فرق بين ما نتحدث عن الآن، في فرق بين ما نتحدث عن جيش وطني وما نتكلم عن ما تم إعادة بناءه بعد مع دخول التحالف العربي. مع التحالف العربي أهم عنصر تحدثنا في أكثر من مقابلة في ما يسمى الإحلال السلطة الشرعية، نحن أهم نقطة ضعف عانها عبد الرب منصور هادي عدم وجود جيش وطني. أقولها بوضوح ولكل من كانوا مع صالح، سبب كل هذه البلاوي المشروع الدولة الصالحية التي كان يأسسها صالح، وغياب الجيش سبب الوطني الضامن تسليم صنعاء، سبب كل هذا البلاء كل ما نحن فيه عدم وجود جيش وطني له عقيدة وطنية. ينفصل، شوف لما ينفصل الجيش يصبح مهمته حماية السيادة وحماية الدولة، يستطيع أن يقول للسياسيين أوقفوا هنا نحن أتدخل لحماية السيادة، اختلفوا ولكن لن نسمح بما. لكن عندما جيش ما يسمى جيش عائلي سلم صواريخنا، سلم معسكراتنا، سلم صنعاء بخلال ساعات. دكتور عن أي جيش نتحدث؟ أقول ما تم من الإمارات والسعودية ليس جيشا، هذه ميليشيات أو نسميهم مرتزقة لها ولا ما قبل وطني وولا يتجاوز الوطن نحو ولا إقليمية. هذه مسألة أيضا مهمة نحتاج العودة إليها ومناقشتها أيضا في هذا الصدد. دكتور ابقى معي، وأرحب أيضا بداليا محمد منسقة مبادرة مع الدولة من أجل المجتمع، وعلى الحديث أيضا عن الذي جرى في تعز وهل هو مرضي عنه من قبل المنظمات المدنية وحتى الناس العاديين أيضا. داليا. نعم، تسليم المؤسسات لجيش لأمن قوات خاصة مثلا، لكن هناك من يرى أن بعض هؤلاء الميليشاويين مثلا والمتهم بالإرهاب مثل حارث العزي مثلا الذي ألبس وكان يتهم أنه تنظيم القاعدة وألبس ملابس مثلا قوات خاصة وتم تسليمه أيضا بعض الأماكن، هل هذا مرضي عنه في تعز وما هو أيضا يشير إلى مخاوف؟ بالبداية نحن كمجتمع مبادرة مع الدولة وكأبناء تعز رحبنا بهذه الأصوات اللي ارتفع مطالبة للدولة تسليم مؤسسات الدولة واستعادة أجهزة الدولة. والآن نحن بتعز بغض النظر أيا كان ما خرجنا له في 2011 أو ما خرجنا له الآن في بداية 2015 إلى الآن، وهذه التضحيات كلها هو لأجل دولة دولة مؤسسات دولة جيش وطني يؤمن بإرادة الشعب الذي خرج لأجل هذا التحرير. طبعا ما حصل هنا في تعز والأيام اللي مضى والاقتتال والمشاكل اللي اشتعلت في الأخير هو يظل الاقتتال لأجل الدولة لأجل مؤسسات الدولة، وأي كيان أيا كان ومن يدعمه فهو مرفوض. نحن بتعز كشريح كأبناء تعز ضحوا وخرجوا لأجل هذا، لا نقبل أي كيان موازي يريد العمل موازين للدولة أيا كان انتماءه مهما كان قوته ومهما كان من يدعمه. نحن أقوى، نحن أبناء المحافظة، نحن سنصدر المشروع الوطني ودولة المؤسسات وليس هناك أقوى من إرادتنا. نعم، داليا محمد منسقة مبادرة مع الدولة من أجل المجتمع، شكرا لك. وأذهب من كلامك أيضا إلى العقيد الركن يحيى أبو حاتم الخبير العسكري والاستراتيجي. أستاذ يحيى، كنا نتكلم عن المسألة الوطنية والاجتماعية لبناء الجيش، وهناك أيضا مخاوف من المجامع العسكرية تتبع مباشرة قوة التحالف، مثلا مجامع في تعز، مجامع في الساحل الغربي، مجامع في عدن. ربما أن دافعت عن مسألة المقاومة الوطنية والتي يقودها صالح وتقول أن الأمر يحتاج إلى تسوية سياسية، إلى جلوس على طاولة سياسية لتسوية الأمر، لكن هناك أيضا مخاطر من وجود بعض المجامع وهي التي مثلا يخاف منها البعض كأنها أيضا متهمة أيضا حتى بالإرهاب. هل كدركن يحيى؟ نعم يحيى أبو حاتم، هل غادرنا؟ نعم، يبدو أن العقيد الركن يحيى أبو حاتم كان قد غادرنا، ونتمنى معاوة الاتصال به. الكلام لك دكتور.
هذه المسألة بالذات بغض النظر عن الولاء لقوى خارج الوطن مثلا، أو مثلا وضع طارق عفاش وهو كما تقول قوة وطنية وتريد حوار سياسي على طاولة المفاوضات، لكن أيضا هناك مجاميع تتهم بالإرهاب ويتم أيضا التستر عليها والقول عنها أنها تتبع أجهزة أمنية مثلا. شوف المسألة لا تحتاج إلى تنظير ولا إلى في هناك نظريات وهناك يعني في وما يسمى بدربة الممارسة السياسية وبناء الدول وبناء يعني السلطة بعد الانقلابات وبعد أو استعادة الشرعية تقوم على توحيد المؤسسة العسكرية، بناءها بناء على أساس عقيدة وطنية. الذي يحدث الآن ليس لا يتم ببناء جيش وطني ولا يؤسس استعادة السلطة، الذي يؤسس الآن لوجود جماعات لا علاقة لها بالجيش. أنا حتى لو كان طارق صالح هذا لديه يعني قطاعات عسكرية وقاموا بتحرير الساحل الغربي واتجهوا نحو الحديدة واتجهوا نحو صنعاء، بالنسبة لي هذه ميليشيات ومرتزقة تحقق أجندة غير وطنية حتى وإن استعادت صنعاء. نحن الذي يمتلك العنف الشرعي ويمتلك يعني الفعل لأنه سيرتكب سيدخل في عملية قتال، سيقوم سياسي. بتصفيات، سيقوم بتفجير، هذه الأفعال لا يمكن لها أن تصبح شرعية أو وطنية إلا إذا كانت تخضع لهرمية القائد العام للقوات المسلحة، خاصة ونحن لدينا انقلاب ولدينا قوى إمامية، وبالتالي كيف يمكن لنا أن نعتبر مثلا النخبة الحضرمية أو الشبوانية أو الحزام الأمني هي جيش يمني أو قطاعات؟ بالنسبة لي أنا أقولها بوضوح، قد يغضب مني الكثير، نحن عندما نتحدث نتحدث مواقف عاطفية. أنا بالنسبة لي الحزام الأمني والنخبة والنخبة وإلى آخره هؤلاء مرتزقة وميليشيات غير وطنية، وكل ما يقوم به من أفعال طالما السلطة الشرعية غير معترفة بهم هذه أفعال جنائية وجرائم علينا محاكمتهم في المستقبل. وكنت أتمنى من السلطة الشرعية أن تصدر قرار بأنها جماعات غير شرعية حتى نستطيع أن نتابعها جنائيا، وتستطيع أن حتى وهي تقاتل الحوثي، حتى وهي تقاتل الحوثي، حتى لو طارق محمد عبد الله صالح وصل إلى صنعاء واستعاد صنعاء، بالنسبة لنا هذه ميليشيات، نحن لا نقبل تدمير دولتنا أمام وضع أمامنا بمعنى غطاء أنهم يواجهون الحوثيين. لا نواجه الحوثي بتدمير الدولة، نواجه الحوثي ببناء الدولة والحفاظ على تراثها وأسسها، وبالتالي على طارق وغير طارق أن يخضع للقائد العام للقوات المسلحة، وعلى الرئيس الجمهورية أن يكون واضحا، وعلى الحكومة هذه التي لم أعد أحترمها، أقولها بوضوح وعلى الهواء، لم تعد محل احترام الشعب اليمني، وسنحاكمها وسنحاكم كل من فرط بسيادتنا بهذا الصمت. الصمت مشاركة في الجريمة، بل الصمت هو أكثر من القاتل. هؤلاء الصامتون على طارق محمد بن صالح، هؤلاء إلا صمتوا فلا صمت عن النخبة الحضرمية والشبوانية، ومن ثم شكوا في انقلاب عدن. لماذا هذا الصمت والخوف؟ نحن سلمناكم وطننا، سلمناكم سيادتنا، سلمنا لكم رقابنا، لماذا هذا الصمت والخنوع وتضحين بوطن؟ سنحاكمكم في المستقبل. دكتور أبو بكر شمسان أستاذ من الساسي، أشكرك وابقى معي المحور الثاني. أعزائي المشاهدين نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود لمواصلة حديث المساء.